فذته طائرات الجيش مساء أمس مستهدفة بؤرا إرهابية، موضحا أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من تدمير عربة دفع رباعي وعليها رشاش مضاد للطائرات. وفي وقت سابق من اليوم نجحت قوات الجيش الثاني الميداني من إبطال مفعول عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت على جانب الطريق الساحلي الدولي في المنطقة غرب قرية الخروبة. وقال المتحدث العسكري إن العبوة كانت مجهزة لاستهداف حافلتي إجازات تابعتين للقوات المسلحة. أعلنت مصر رفضها قرار البرلمان الأوروبي الذي علق فيه على أحكام القضاء المصري، مؤكدة أن الشعب المصري وحده هو من يستطيع أن يحدد مصيره. أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن قرار البرلمان الأوروبي المذكور تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري، وأنه لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة. أضاف عبد العاطي أنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين. يلتقي أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية بعد غد الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة شباب ثورتي 25 يناير و30 من يونيو. يأتي اللقاء المسلماني بالشباب بناء على توجيه من الرئيس عدلي منصور للتأكيد على أهداف الثورتين وبحث المشهد السياسي الراهن. من جهة أخرى يتوجه المسلماني إلى مدينتي حلايب وشلاتين يوم الثلاثاء المقبل موفدا من الرئيس، حيث يلتقي شيوخ ووجهاء القبائل، كما يستمع إلى رؤية شباب القبائل والقيادات المحلية بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستوى أداء المرافق في حلايب وشلاتين. أعلن مصدر طبي عن وفاة حالتين اشتباه بمرض إنفلونزا الخنازير في كل من العريش وبنها، بالإضافة إلى ظهور أكثر من حالة اشتباه بالإصابة في المدينتين. يأتي ذلك فيما ارتفعت حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير في كفر الشيخ إلى 4 حالات، وأكد المصدر الطبي إصابتها بالعدوى لوجود جميع أعراض الإصابة عليها. حالة من القلق انتابت أوساط المجتمع المصري على إثر انتشار تقارير إعلامية تتحدث عن عودة نشاط فيروس H1N1 المعروف باسم إنفلونزا الخنازير. هذا القلق في رأي عدد من الأطباء يعود إلى تأخر وزارة الصحة بعد الشيء في الإعلان عن حقيقة انتشار الفيروس. الوزارة لغاية دلوقتي اتأخرت كتير قوي في إعلان حقيقة الوضع. ثانيا مفيش ثقة من الجمهور ومن الأطباء بالذات في البيانات بتاعت وزارة الصحة. هذا ناهيك عن تردي الأوضاع الصحية في عدد كبير من المستشفيات ونقص كفاءة أقسام مكافحة العدوى بها، وهو ما يعمل على الإسراع في انتقال العدوى بالفيروس. احنا عندنا المستشفيات الحقيقة تعتبر مكان وبائي، يعني العيان اللي داخل عندنا عشان يتعالج عنده 500,000 فرصة ان هو يصاب بالمرض بالفعل. انت ما عندكش مكافحة عدوى محترمة في المستشفيات يثق فيها ان هي فعلا تقدر تقف، ان هي لو عيان داخل مصاب في المستشفى مش هينقل لكل المستشفى. وفي هذا الصدد يطالب عدد من الأطباء بأهمية نشر الوعي بين المواطنين بالإجراءات المطلوب اتباعها فور ظهور أعراض المرض. اولا توعيه للمواطنين بعدم الاختلاط باي حالات مشتبهه. اي حاله انفلونزا بتكون غير طبيعيه ويحصل فيها التدهور السريع بيتم التوجه فورا لاقرب مستشفى لاخذ عقار التامي الكشف عليه واخذ عقار التامي فلو. وتتشابه أعراض إنفلونزا الخنازير مع الإنفلونزا العادية بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة، إلا أنها تختلف عنها من حيث تعرض المصاب لنوبات سعال حادة. وتؤكد وزارة الصحة من جانبها على التزام جميع المستشفيات التابعة لها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ووضع المعامل المركزية بالوزارة في حالة تأهب للتعامل بشكل فوري مع العينات التي يشتبه في إصابة صاحبها بالمرض.
وفي ختام نشرتنا إليكم تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. رئيس الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية يعلن وفاة 5 معتمرين مصريين في حريق فندق أشراق المدينة المنورة. تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعدلي في قضية قتل المتظاهرين إلى الغد لاستكمال سماع الشهود. الخارجية ترفض تعليق البرلمان الأوروبي على أحكام القضاء وتؤكد أن الشعب المصري هو من يقرر مصيره. كان هذا كل ما لدينا حتى